تحية طيبة من الرشيد، أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة، وكما عودناكم نبدأها من أبرز العناوين. انطلاق عملية استعادة التشريعات بمشاركة 1400 مسلح من الحشد الشعبي. 3 مرشحين للداخلية و9 للدفاع، والعبهدي ينتظر اجتماعا حاسما للتحالف الوطني. اهلا بكم بجديد معي في المحور السياسي. سينضم معي الاستاذ عبد الله الزيدي، عضو ائتلاف المواطن. اهلا وسهلا بك استاذ. حياكم الله. اهلا وسهلا. يتجه ملف حسم الوزارات الشاغره نحو المزيد من التعقيد بعد تصاعد حده الخلافات والصراعات بين الكتل المتنافسه على منصب وزير الدفاع والداخليه، وحتى الان الشارع العراقي لم يلمز اي اصلاح. إدارة الوزارات بالوكالة أمر عاد إلى الواجهة من جديد، حيث تصدرت وكالعادة الوزارات الأمنية ذلك المشهد الذي عده مراقبون دليلا على عدم وجود نية حقيقية لدى أغلب الكتل السياسية في الإصلاح الذي ينتظره الشارع العراقي. هاي أكثر من دورة والتخبطات بحكم أنه يعني رفع وزراء غير كفؤين غير مهنيين، ولهذا أنه نخلق يعني ندخل في دائرة الأزمات. هناك حقيقة إقالة لوزارة، هناك استقالة، لكن في الحقيقة هم نشوفهم في وزاراتهم، لكن في الحقيقة أنهم ما يوقعون يعني تمشية أمور الناس أو تمشية المصالح العامة. هناك وزراء بحكم أنه يعني فشلوا أمام جمهورهم أمام أحزابهم قدموا استقالات، لكن حقيقة هم موجودين في الوزارات، لكن حقيقة أي توقيع مهم لأي يعني قانون أو تمشية أعمال يعني الناس ماكو حقيقة، فشل وتخبط، يحاولون يسوقون نفسهم. اليوم الكابينة الوزارية على اعتبار اليوم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الصناعة هي شاغرة، وبالتالي اليوم هو أمر متروك إلى مجلس النواب العراقي حتى يصوت على الكابينة الوزارية، لكن هنا يعني مكمن الخلل. يا ترى هل اليوم الكتل السياسية تتنازل عن مصالحها من أجل اليوم النهوض بالواقع اليوم السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ وبالتالي اليوم نأمل من الكتل السياسية أن ترشح اليوم يعني وزراء تكنوقراط بعيد عن اليوم أحزابهم السياسية، وبالتالي ما شاهدنا ربما وزارة التعليم العالي هي ربما لأول مرة نرى اليوم وزير خارج اليوم الأطر الاستراتيجية المكونة من الكتل السياسية. فيما عد مواطنون أن تعيين وكلاء في الوزارات الأمنية والتأخر في تسمية وزراء أصلاء وتكنوقراط أمر قد يسهم في حدوث مشاكل وخروقات أمنية في المستقبل القريب. المفروض هو كرئيس وزراء يعني أنظمة السابقة والنور سعيد وعبد الكريم وعبد السلام كل ما كانوا يرشحون وزراء ما يرجعون إلى السياسيين ولا إلى مجلس النواب ولا إلى مجلس، صح يأخذ رأي، لكن هو الأساس خاصة وزراء الأمنيين، هو قائد عام للقوات المسلحة، هو صلاحيته. أما الأحزاب كل من يريد مصلحته وكل من يريد الحزبة وكل من يريد النفسه، ذولا كل الأحزاب سواء أحزاب سياسية سواء مجلس النواب سواء أحزاب شيعية أحزاب سنية يريدون كل من مصلحته وكل من الحزبة كل من يؤتمر. زين إذا يجي وزير مثلا وزير أمني أو وزير سيادي أو وزير خدمي إذا يخدم حزبة الشعب شنو؟ مراقبون للشأن السياسي أكدوا أن تسمية الوزراء الأمنيين مرهونة بما يتم التوافق عليه بين الكتل السياسية، وهذا دليل واضح على أن المصلحة السياسية فوق مصلحة الوطن والمواطن. أستاذ عبد الله، نبدأها من موضوع الاجتماع الحاسم للتحالف الوطني بشأن المرشحين، ما الأخبار عن هذا الاجتماع، وهل هناك فعلا أسماء أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي للاختيار بالنسبة للوزارات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. كان اجتماع التحالف الوطني قبل يوما حوالي، وكان هنالك حديث حول قضية الوزارات الشاغرة بالذات الوزارات الأمنية. نعم. كان الحديث جدي بأن يجب أن يحسم هذا الملف باتجاه شغل هذه الوزارات. طبعا
طبعا كما تعرفين وزارة الداخلية هي قضيتها محسومة باتجاه التحالف الوطني، وربما تحديدا نستطيع أن نشخص بدر. أما وزارة الدفاع فهي لاتحاد القوى، وتحديدا يعني ربما أنا أعتقد ستحسم أيضا ل يعني متحدون. هنالك عدة شخصيات رشحت لهذا المنصب، ولكن المهم الآن ليس نوع الشخصية بقدر ما يعني نحن في خضم حرب ضروس مع داعش. ليس من المعقول بتاتا بأن تكون هذه الوزارات شاغلة من الوزراء، لذلك يجب أن يكون هنالك حسم، ويبدو أنه السيد العبادي عازم على شغل هذه الوزارات، لأن هنالك ضغوط كبيرة حقيقة، حتى ربما أستطيع أن أقول ضغوط دولية. الكل يريد أن يحسم ملف داعش في العراق في سنة 2016، وهنالك اتفاق سياسي، وهنالك عزيمة، وهنالك خطة ل يعني القضاء على داعش وتحرير الموصل، و2017 المفروض عراق بدون داعش إن شاء الله. لذلك نقول بأنه حسم ملف الوزارات الأمنية يعتبر من أمهات الملفات الآن في هذه المرحلة. يعني غريب جدا، الغريب جدا في هذا الموضوع أنه يعني البلد ما أدري العراق انفرد في هذا الموضوع. في خضم حرب يتم إقالة وزارتين، يعني وزير الداخلية ووزير الدفاع. هسه وين كان وزير الداخلية؟ هو استقال، ولكن بسبب يعني ضغوط مورست عليه. وفي خضم أزمة اقتصادية حادة المالية في البلد يقال وزير المالية. أعتقد يعني هذه أراها سياسات غير صحيحة، ونحن نتجه باتجاهات طيب غير بالنسبة صحيحة للمرشحين. يعني يبدو أن هناك مرشحين كثر، خاصة من ناحية وزارة الدفاع، 9 مرشحين، وبحسب الداخلية وحسب المعلومات الصادرة إعلاميا هناك 3 مرشحين أمام العبادي. بعد هذه الأعداد الموجودة بدأ حديث عن وجود حرج لدى العبادي، محرج من اختيار شخص من هذه الشخصيات. بالنسبة للأسماء المطروحة، ولماذا هذا الحرج أو التخوف من قبل في حسم هذا الملف؟ نعم، السيد رئيس الوزراء أكيد عندما يختار وزير معين، وخاصة لهكذا وزارات أمنية مهمة، يجب أن تتوفر معايير معينة في هذه الشخصيات. ربما يمارس بعض الضغوط من قبل بعض الكيانات السياسية في اختيار شخصيات معينة بعينها بذاتها، لأنها ترتبط بعلاقات شخصية مثلا مع سين مع صاد من الكتل السياسية. يمارس هذا الضغط، لكن واقعا نحن في ظل هذه الظروف يجب أن نختار وزير كفوء، ليس من الناحية المهنية فقط، ولكن يجب أن يكون وزير قادر على الانسجام مع الكابينة الوزارية مع الواقع السياسي. هذا شيء مهم جدا طبعا، لأنه المناكفات كلفت العراق كثيرا ولا زالت تكلف. يعني لذلك أعتقد كان السيد قاسم الأعرجي يعني وافر الحظ في أقرب، ولكن في اللحظات الأخيرة يبدو أن هنالك تغيير في هذا الرأي. هنالك الأخ أبو مريم الأنصاري الآن مرشح ساخن لوزارة الداخلية من بدر، يبدو أنه الأضواء متجهة نحو الأخ الأنصاري. أما وزارة الدفاع فموضوعها يعني قصة طويلة، وهنالك أسماء تأتي وأسماء تذهب. أسماء موجودة، نعم. أسماء كثيرة، ولا أستطيع أن أجزم من هو الأوفر حظا في وزارة الدفاع، ولكن يبقى السيد رئيس الوزراء هو المكلف في اختيار الشخصية الكفوءة القادرة على النهوض بواقع هذه الوزارات الأمنية. طيب، ربما الوزارات الأمنية محددة من يختارها أو من يرشح إليها من الكتل الموجودة على الساحة السياسية، إن كان اتحاد القوى أو حتى من داخل منظم يعني ائتلاف داخل التحالف الوطني. لكن بالنسبة للوزارات الأخرى، يعني هناك إشارة بأن حتى الوزارات الأمنية لا يمكن التصويت عليها إلا باتفاق جميع الكتل السياسية، باعتبارها جزء من المنظومة الوزارات الأخرى التي من المؤكد أنه سيكون هناك تغيير بصددها، من ضمنها المالية مؤخرا. نعم، بالواقع يعني اكو اتجاهين في واقعنا السياسي الان. هنالك من يرى بانه تدار هذه الوزارات بالوكاله. نعم. وهذا الحديث مرفوض جمله وتفصيلا، وكان الاتفاق السياسي في بدايه تشكيل الحكومه في سنه 2014 على رفض هذه السياسه. والان نحن نضغط بشده حقيقه على انهاء ملف الوكالات.
فهنالك من يقول بأنه نضع وزراء بالوكالة والوزارة بالأخير هي ماشية، يعني ما مو واقفة. احنا نعتقد إذا التفكير كان بهذه الطريقة فماكو داعي أصلا لكل الوزراء، يعني ليش نخلي وزراء إذا هالشكل؟ الوزراء هم الرأس الذين يديرون ويخططون الاستراتيجية للوزارة الكذائية أو الفلانية. هنالك رأي آخر نحن نتبنى في المجلس الأعلى والقوى القريبة علينا بأنه يجب حسم هذه الملفات وبسرعة، لأنه ليس من المعقول أن نبقي هذه الوزارات شاغرة ولأسباب سياسية بحتة ليس هنالك سبب آخر. طيب. وأن تدار بالوكالة. الحديث الآن يعني الاتجاه السائد بأن يكون اختيار الوزراء كلهم في سلة واحدة يصوت عليهم في جلسة واحدة، أعتقد هذه القضية منطقيا وعمليا صعبة، لكن هنالك اتجاه آخر يقول بأنه وزارة الدفاع والداخلية يجب أن يصوت عليها في سلة واحدة في يوم واحد، يطرح الوزيرا ويصوت طيب عليها. نعود إلى النقطة الأولى وهو موضوع الأصلاح واختيار وزراء تكنوقراط. اليوم ذكرت أن التوجه كان حيال الأستاذ قاسم الأعرجي ثم تبدل نحو عبد الكريم الأنصاري، وسبق انشغل وزارة البلديات ونتيجة للتقليص والترشيق الوزاري تم إخراجه. يعني الأسماء تتكرر وهذا الموضوع يتعارض مع موضوع الأول اللي نشأ عليه هذه النقطة أنه هي موضوع الإصلاح واختيار شخصيات تكنوقراط مستقلين. لما هذا التنافر أو التناقض الموجود على الساحة السياسية؟ نعم ست مروة، الشعار المرفوع هو الآن هو الإصلاح. نعم. ولكن الإصلاح في أي جانب وفي أي اتجاه؟ هل الإصلاح المشكلة في الشخوص الذين يديرون الوزارات؟ لأن هنالك فعلا وزراء أكفاء. نعم. وهنالك وزراء متلكئين، بل أحيانا يأتي وزير اختصاص من ذات الوزارة ولديه الخبرة ولكن يكون في الإدارة العملية متلكئ، ويأتي وزير أحيانا هو ليس من ذات الوزارة وجديد على الوزارة ربما ولكنه هو نشط عملي فعال قادر على خلق حيوية في الوزارة. طبعا احنا في المجلس الأعلى تماشيا مع الواقع الإصلاحي الجديد تبنينا في القضية انه جبنا وزراء اثنين احنا رشحناهم من المجلس الأعلى، ولكن هم ليسوا من المجلس الأعلى بتاتا، مستقلين تقصد؟ نعم مستقلين، وزير النفط ووزير النقل كلاهما ليس من المجلس الأعلى، واختاريناهم من محافظة البصرة لأنه محافظة البصرة ربما يعني لديها تماس كبير في هذين الوزارتين ويجب أن تمثل في الواقع الوزاري لأنها سلة العراق الاقتصادية. فممكن الاحتذاء أيضا بهذه التجربة بأن يؤتى بوزراء من خارج الكيان السياسي وذات قدرة وكفاءة ولديهم الخبرة في الوزارات، لا سيما كلاهما عامل في هذين الوزارتين. هذه تجربة أيضا لا بأس بخوض تجارب جديدة، لذلك أعتقد يعني ممكن على الكتل السياسية أيضا أن يمارسوا هذه التجربة. أنا لا أدعي ولا أزعم بأن هذه التجربة هي عين الصواب ويعني يجب الاحتذاء بها، ولكن ممكن أن تطبق. يعني أنا أعتقد في وزارة الداخلية هنالك الكثير أيضا من الشخصيات الكفوءة والقادرة ولديها الخبرة الواسعة. طيب، طيب هو في مجال وزارة الداخلية أيضا ممكن ترشيحهم يعني لهذه المواقع. في هذا صرت تتكلم بي، يعني ما صحت هذه المعلومة بأن هناك، وحسب يعني تصريحات من داخل ائتلاف دولة القانون، بأن هناك على رئيس الوزراء يقدم مقترح يتضمن تقديم مرشحين من كوادر وزارة الداخلية والدفاع مقابل أن تمنح كتلتا بدر ومتحدون الحقيقة بترشيح شخصيات لوزارة الصناعة والتجارة. صحت هذه المعلومة؟ هل لديك معلومات عن هذا المقترح؟ هذا رأيي طلب من بعض الأخوة في دولة القانون، هذا رأيي. نعم، أن يكون داخل كوادر داخل الوزارة. داخل كوادر وزارة الداخلية. هنالك الكثير من يتحدث عن يجب بالذات هذه الوزارات التخصصية النوعية يجب أن يكون من ذات الوزارة الاختصاص. الاختصاص نعم. والخبرة نعم. الخبرة وتراكم السنين ولديه الدراية والاطلاع الإداري أيضا على واقع الضباط الشخصيات حتى ملفات الفساد. يعني من يأتي ربما من خارج الوزارة يكون ليس متضلعا في الشبكات العنكبوتية التي موجود. تدير ملفات الفساد في هذه الوزارات، لا سيما إذا عرفنا بأنه وزارة الداخلية يعني عليها شبهة كبيرة في قضية الفساد، ربما هي رقم واحد. طيب مثل هذا المقترح هل ممكن أن تأخذ به كتلة بدر واتحاد القوى أو متحدون
تجاه التنازل مقابل اختيار من الكوادر الأمنية مقابل اختيار أو تحديد مرشحين للزراعة والصناعة، مثل هذا المقترح أن يكون قبوله بشكل طبيعي أن يمر مرور سهل؟ ممكن، لا سيما أنه بدر واقعهم هو واقع أمني، يعني لا سيما يعني العمليات الجهادية التي قاموا بها والخبرات المتراكمة وضعهم في الحشد، ولديهم كثير من الشخصيات في وزارة الداخلية أيضا، ممكن من بدر ولكن من الشخصيات الذين تسنموا مسؤوليات داخل وزارة الداخلية. ولكن هذه القضية تبقى قيد نقاش، كل الموضوع هو قيد نقاش في التحالف الوطني. كيف نستطيع أن نقنع مثلا بدر أو بدر يقنع التحالف الوطني، نصل إلى حلول وسطية؟ ربما يعني هنا كما قلت هنالك بعض الشخصيات نراهن عليها وهي ذات اختصاص وكفاءة، ولكن عندما يتسنم الوزارة نرى لديه إخفاق في إدارة الوزارة، فليس بالضرورة يعني. لذلك أعتقد القضية قيد الدراسة والنقاش في التحالف الوطني، والقضية ليست مرهونة ببدر فقط، وإنما يجب أن يكون تشاور وتشاور معمق في هذه القضية، لازم لا سيما وزارة الداخلية التي لديها تماس للواقع العراقي والإنساني والمجتمعي في العراق. نعم. منذ ولادة الإنسان إلى مماته. نعم. طيب نعود لموضوع ذكرت أنه غير المؤقت موضوع الاستقالة وموضوع إقالة أيضا بعض الوزارات، وآخرها خلال هذا الأسبوع تم إقالة وزير المالية. بالنسبة لهذا التغير أو هذه الاستجوابات وموضوع الاستجواب وملاحقتها بإقالة، أثرها النفسي والأثر العام على أبعادها السلبية نتكلم عنها، بصدد أن نتكلم عن إيجابية والكشف الملفات الفساد، لكن بالنسبة للسلبية أبعادها السلبية إلى أي مدى يمكن أن يؤثر خلال ما نعانيه أو ما يواجه العراق من تحديات أمنية واقتصادية؟ نتحدث عن وزارة المالية فقط لو نتكلم عن الأمنية ونطرق للمالية. نعم، هذه الاستجوابات، من هم من يرى من الكتل السياسية، من هم من يرى بأن هذه جهات معينة بذاتها هي متبنية قضية الاستجوابات، بل ممكن أن تمتد هذه الاستجوابات إلى السيد رئيس الوزراء، إلى السيد رئيس مجلس النواب، ويعتقدون بأن هذه مناكفة سياسية وتسويات سياسية ليس لها واقع حقيقي من الناحية الخدمية والعملية وقضية الفساد. هنالك من يرى بأن هذه الاستجوابات هي استجوابات تصب في مصلحة العراق وتصب في قضية تخليص المؤسسات الأمنية من الفساد، ويجب ضرب الرؤوس الكبيرة من أجل أن يتعظ الآخرين، فإذا لم تكن هنالك محاسبة ومراقبة لهذه الرؤوس الكبيرة التي تدير الوزارات والشخصيات السياسية المعتبرة، فأكيد ستعطي فرصة للآخرين. طيب هل أمر الإقالة كافي لحجب أو لضرب يد من حديد للملفات الفساد؟ أعتقد ليس كافي، لأنه يعني أقلنا الوزير، من هو البديل؟ اليوم نتحدث عن وزارات أمنية، نقيل وزراء أمنيين في ظروف حرب، أعتقد ماكو دولة يعني قامت بهذا الموضوع. هل هنالك بديل عن هؤلاء الوزراء؟ إلى الآن نرى العراق شاغر من وزارات أمنية وهو يخوض حرب مصيرية ويحارب داعش نيابة عن العالم كله. هل إقالة وزير المالية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والحوارات مع صندوق النقد الدولي، هل هو الوقت المناسب؟ هل لدينا البديل الناجز والكفوء الذي نضعه في هذا الموقع؟ هنالك الآن حديث عن ترشيح ربما السيد روز نوري شاوي، وربما هو من يشغل هذه الوزارة، ولكن هذا كل حديث في الغيب وترشيحات، يوافق رئيس طيب الوزراء لا يوافق. هل الموضوع جاء بمحض الصدفة أن تتم تغيير ثلاث وزارات؟ أبدا مو صدفة، من مكونات ثلاثة مختلفة؟ لا أبدا مو صدفة، نحن نعتقد بأنها تسويات سياسية وفيها خلط للأوراق وإعجاز هذه الحكومة بالذات في الملف الأمني، لأنها حققت إنجازات كبيرة جدا في فترة من الفترات. فقدنا ثلث مساحة العراق بيد داعش، الآن بدأنا نستعيد هذه الأراضي تباعا، وسياسة قضم الأرض لا زالت فاعلة وموجودة، وهنالك حديث عن
ربما يعني قريب جدا أن نحرر الموصل، وهنالك انكسارات كبيرة لدى داعش وتحرير كثير من الأراضي يعني قريبة على الموصل. نعم. إحنا نعتقد بأنه هذه الانتصارات هنالك من يحاربها يعني، ويريد أن يعجز السيد رئيس الوزراء وأن يكون انطباعا بأن هذه الحكومة غير قادرة ويجب محاربتها ويجب يعني تهوين وضعها في عيون الناس. وأعتقد هنالك نجاحات للأسف في هذا الممر، ولكن تبقى يعني مراهناتنا على الناس أن ترى ماذا حققت هذه الحكومة في فترة عصيبة جدا. حكومة تستلم ملف أمني يعني ثلث محافظات العراق بيد داعش، وأزمة اقتصادية حادة وأموال قليلة في الخزينة العراقية، ولا زلنا يعني اليوم كثير من الشركات النفطية تطلب العراق لحد الآن حوالي 25 إلى 30 مليار دولار. لماذا لم تسدد؟ أنا أقول لماذا لم تفتح ملفات الفساد التي مورست في الحقبة الماضية في الحكومات الماضية؟ هنالك ملفات فساد كثيرة وكبيرة يجب تسليط الضوء عليها، لأنها كانت تحظى بأموال واسعة يعني كانت هي هاي أيام الفترة اللي يسموها الميزانية الانفجارية الذهبية. نعم. أعتقد يجب تسليط الضوء على تلك الحقبة وإيجاد مكامن الفساد في تلك الفترة. لماذا تسليط الضوء فقط على هذه الفترة؟ أصلا هي وين أكو أموال حتى يصير فساد كبير؟ يعني ربما هنالك فساد ولكن ليس بالحجم الكبير كما كنا نشهده في الفترة السابقة. لذلك أعتقد القضية سياسية بحتة وليس لها علاقة في قضية تقويم الحكومة. طيب، على من يقع اهتمام أكثر بموضوع لو أردنا أن نتابع ملف إدارة الوكالات، ما أضاف إلى حل المشكلة بالنسبة لشغل المناصب؟ يعني رغم الكلام عن هذا الأمر لكنه استمر أكثر من سنوات طويلة تدار وزارات معينة بالوكالة. نعم. أو بالنيابة، حتى داخل الهيئات أيضا كانت تدار بالوكالة. من يأخذ على عاتق هذا الاهتمام نحو تسيير الأمور بهذا الشكل؟ تعرفين جنابك، يعني سابقا كان قضية إشغال حقيبة معينة وزارية أو هيئة أو أي موقع مدير عام، نعم، كان لسبب ما يعني أنه عندما يذهب هذا الشخص المسؤول عن هذه الوزارة أو أي مؤسسة يأتي بشخص بديل السيد رئيس الوزراء ويشغل هذا الموقع إلى أن يصوت على الشخص البديل، وكانت القضية المفروض يعني تأخذ أسبوع أسبوعين ثلاث شهر من أجل تمشية الأمور في المؤسسة. وإذا نفاجأ بأن هذا ملف الوكالات أصبح هو الطبيعي والأصيل هو الشيء الغير طبيعي، لأنه الآن المواقع التي تدار بالوكالة أكثر من المواقع التي تدار بالأصالة. زين، هذا الشخص عندما أنا أضع في هذا الموقع بالوكالة، طبعا أنا أعرف هذا الشخص لازم يجب أن يصوت عليه بالبرلمان ويقر هذا التصويت في مجلس رئاسة الوزراء، الامتيازات اللي يحظى بها حتى يأخذ قرار، مو بس الامتيازات، يعني يجب أن يمضي بهذه الدورة السكة القانونية. نعم. وإذا نرى بأنه قضية الوكالة شخص يضع 5 6 7 8 سنوات بالوكالة بدون ما يمر بهذه السكة القانونية، طبعا من يضع الشخص هذا بالوكالة في هذا الموقع أكيد سيعطي ولاء، لأن وضع قلق. نعم. وضع غير مستقر، يعطي ولاء لهذا الشخص اللي نصبه، لذلك تشوفه يريد يتشبث بالموقع وبنفس الوقت يشعر بعدم الطمأنينة، فتشوفيه منهمك ومنشغل في التنسيقات ويذهب إلى هذا وذاك من أجل أن يثبت وضعه. لماذا لا نفارق هذه السياسة ونتجه إلى الأصالة؟ يجب أن تكون هنالك نوع من الحصانة لدى هذا الشخص، يعني هذا الشخص اللي بالوكالة يهدد بين حين وآخر، وهنالك تهديدات كثيرة تمارس عليه وضغوط سياسية، ها راح تغير، راح يجي شخص بمكانك. نعم. ها لازم تسوي فلان شغلة حتى نبقيك في هذا الموقع. أعتقد هذه القضية هي من تنهك السياسة العراقية. يجب أن يكون هنا، لماذا البرلمان العراقي لا يركز على هذه الجنبة؟ لماذا يركز على جنبة شخصية على سين من الوزراء أو صاد من الوزراء ويترك هذه الملفات المعمقة الكبيرة التي تدار بها كل الحكومة العراقية؟ لماذا أركز الضوء فقط على شخصية معينة في الوزارة الكذائية؟ لماذا ندخل بهذه المناكفات السياسية التي لا تنتهي؟
أعتقد علينا أن نضع برنامج، هذا البرنامج محدداته واضحة، معاييره واضحة، ونطبق هذا البرنامج. الوكالات يجب أن تنتهي، هذه الشخصيات من هو كفو يوضع في مكانه ويصوت عليه ويصير بالأصالة، من هو غير كفو يرشح بمكانه شخصيات. وإحنا يعني في المجلس الأعلى عدة مرات دعينا إلى بنك معلومات عن الشخصيات، كل شخص يرى في نفسه الكفاءة والقدرة أن يذهب إلى هذه المؤسسة ويضع اسمه وإمكانياته والسيفي ماله على ماذا هو قادر، باكر عضو خبرات نستفيد من هذه الشخصيات في شغل مواقع مهمة. هنالك الكثير من الكوادر العراقية لم تأخذ فرصة وحيز حقيقي في الحكومة العراقية وهم قادرون وكثر حقيقة، لذلك أعتقد ملف الوكالات يجب أن ينتهي وتنتهي معه هذه الحقبة السيئة. يعني نتمنى أن يكون هنالك نظر بهذا الأمر واستيعاب للأبعاد اللي سلط الضوء عليها. أستاذ عبد الله الزيدي، شكرا لحضورك وتشرفك معنا في الساعة الأخيرة. شكرا عن ائتلاف المواطن، نورتنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نكمل معكم المحور الثاني في الساعة الأخيرة، لكن بعد هذا الفاصل. الآن ستصلك آخر الأخبار العاجلة المحلية العربية والدولية، إضافة إلى البث المباشر للقناة ورؤية جميع برامجنا السياسية والمنوعة والرياضية، وذلك بتحميل تطبيق قناة الرشيد على جهازك الخاص. كن مع الحدث أولاً بأول. الرشيد. أهلا بكم من جديد أحبتي المشاهدين، وإلى المحور الأمني في حلقة اليوم. نستضيف معنا الأستاذ الشيخ إبراهيم الدنيمي، أهلا وسهلا بك. نتكلم بصدد التحرير مدينة الشرقاط، حيث انطلقت عملية عسكرية واسعة يوم الثلاثاء الماضي لاستعادة قضاء الشرقاط من سيطرة داعش، وبالفعل تمت استعادة القوات الأمنية لهذه المدينة بعد أن فر داعش منها بخيبة الأمل. بقصف عراقي مكثف على مواقع تنظيم داعش في قضاء الشرقاط، انطلقت عملية تحرير القضاء من سيطرة التنظيم بعد أن استكملت القوات الأمنية العراقية كافة استعدادات لبدء العملية. مصادر عسكرية ذكرت أن استهداف مواقع داعش كان بواسطة الصواريخ والمدفعية الثقيلة وبغطاء جوي من القوة الجوية العراقية. العملية العسكرية جاءت بمشاركة قوات الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب، فضلا عن 1400 عنصر من مقاتلي الحشد العشائري. عملية الشرقاط أتت بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث أعلن العبادي من نيويورك انطلاق تحرير الشرقاط التي عدها الخطوة الأولى نحو تحرير الموصل. أستاذ المتحدث الرسمي باسم عشائر الأنبار أستاذ إبراهيم الدنيمي، بالنسبة لموضوع والتحرير اليوم لمسنا نصر كبير خلال العمليات في هذا الأسبوع والتقدم، إلى أي مدى ممكن أن يخدم هذا الأمر في عمليات التطهير المقبلة لتنظيم داعش في الأراضي العراقية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للاستضافة. طبعا انطلقت مثل ما تعرفين حضرتك والمشاهدين يوم الثلاثاء عمليات تحرير نقدر نقول اغلب مناطق العراقية، مو بس الشرقاط، المحور الرمادي ايضا والانبار، المناطق الغربية والشرقاط. الحقيقة معركة الشرقاط يعني نقدر نسميها المعركة النظيفة، يعني المعركة كانت نظيفة بشكل رائع، كان يقودها الفرقة 15 والفرقة المدرعة التاسعة اضافة الى اللواء المجحفل 37، حيث قامت هذه القوات البطلة
بفتح ثلاثة محاور، المحور الجنوبي والمحور الوسط والمحور الغربي، بالدخول إلى بغية الدخول إلى مدينة الشرقاط، حيث تم يوم الثلاثاء منذ أن بدأت أول عمليات رأينا أنه هذا العدو الذي نستطيع أن نقول بعبع العالم أو أرهب العالم، كانوا كالجرذان يفرون من أمام قواتنا البطلة، إضافة إلى الحشد العشائري عفوا للنسيان. حشد محافظة صلاح الدين كان له الدور والباع القوي في القتال الشرس ضد هؤلاء، حيث تمت تعرفين الشرقاط تحيط بها أكثر من حدود 17 قرية. تمت يوم الثلاثاء تحرير أول 5 قرى، ويوم الأربعاء أمس يعني تم تحرير كافة القرى، ولله الحمد اليوم وفي الساعة 10 من الصباح هذا اليوم تم دخول القوات العسكرية إلى مدينة الشرقاط وإلى مركز المدينة، حيث طهرت الشرقاط تطهيرا كاملا ولله الحمد. طيب بالنسبة للعمليات التي تشن في الجزيرة، في يعني ناحية الجزيرة والخالدية في الرمادي، كيف آخر تطورات العسكرية هنا؟ تزامنت معارك التحرير وبطولات الأبطال الشعب العراقي بكافة مسمياته، تزامنت معارك الشرقاط مع معارك تحرير جزيرة الرمادي أو جزيرة الأنبار، حيث تم يعني مباغتة العدو من عدة محاور. من محور مدينة حديثة قامت القوات العسكرية والأبطال من أبطال الفرقة السابعة بمباغتة العدو بضربات أولا هي قامت بضربات جوية دقيقة، يعني حيث استعمل في هذه المعارك منذ يوم الثلاثاء إلى الآن استعمل طيران الجيش تحديدا، وهؤلاء الأبطال النشامة استعملوا أسلحة تسمى لأول مرة الأسلحة الذكية، حيث تم التركيز على أهداف محددة بعينها كانت قد زودنا بها مصادرنا من داخل هذه المناطق إلى تجمعات العدو إلى أماكن الانتحاريين. يعني يوم أمس في إحدى المناطق في جزيرة الأنبار تم استهداف يعني وكر أو مخبأ أرضي كان يخبؤون فيهم الانتحاريين، تم استهدافه من قبل طيران الجيش في تحديدا في منطقة سن الذبان، وتحررت منطقة سن الذبان وقطية، وتحررت أيضا مدينة منطقة العفو الدولاب. بهذه الحالة سيدتي الآن أصبحت دواعش تستطيعين أن تقولي محاصرين من جميع الجهات في جزيرة البادية. المرحلة اللي قامت بها القوات العسكرية والحشد العشائري قاموا نستطيع أن نقول بقص أجنح أو قص أذرع العدو، الأطراف انتهت يعني الأطراف بقت عندك يعني في هذه المناطق بقت عندنا مدينة عانة ومنطقة يسموها البكر جزيرة هيت، إن شاء الله يعني اليوم أو بكرة بالزايد إن شاء الله تكون قد حسمت معركتها. ما تبقى من الأنبار هي مدينة عانة، راوة، حصيبة، البعلي الجاسم، البذياب، البعساف. هذه المناطق البعلي الجاسم، البعساف، البذياب اللي تسمى الجزيرة أستطيع أن أجزم إنها شبه خالية من الدواعش إلا في بعض الحالات، وهي أنا أعتقد أن القيادة العامة للقوات المسلحة والعمليات المشتركة تستطيع أن تعطي أوامر وأن تحرر هذه المناطق في ظرف يومين أو ثلاث بالكثير، ولكن لتعطي صورة إلى المجتمع الدولي وإلى العالم وإلى من يشكك بقدرة القوات العراقية، لكي تعطيهم صورة أنه هذا هو العراق وهذا هؤلاء هم العراقيون وهذا هو الجيش العراقي البطل. طيب. فهذه المناطق بإذن الله الأيام القادمة سوف يكون لها يعني شأن ثاني وأنا على يقين من تحريرها. طيب بالنسبة لي يعني اعتدنا أنه في بداية المعارك التحرير كان يستهدف أو يستخدم تكتيك داعش بالتفخيخ المنازل أو الانتحاريين، اليوم هذه النقطة إلى أي مدى يمكن يعتمد عليها داعش؟ هل تراجعت نسبة هذا الأمر؟ هل أصبحت معدومة خلال عمليات التحرير؟ إلى أين وصلت هذه الأسلحة بالنسبة لداعش؟ هي من خلال التجربة، أنت جنابك الكريم متابعة هاي الأحداث الأمنية، ومن خلال التجربة إحنا ومن خلال يعني تجربتنا بالأرضية داعش حفظناه وحفظنا تكتيكه وخططه. هو ما عنده كان القنص والانتحاريين والمفخخات. الآن طيران الجيش وقوات التحالف بحقيقة الأمر من أول مهامها هي استهداف القناصين بطائرات مسيرة أو طيران الجيش، هذا انتهى الموضوع. أما موضوع التفخيخ فقد علمنا كيف نتعامل معه، يعني هو بالعادة يطوق المناطق أو الطرق الرئيسية أو الفرعية أو الجانبية
يبدأ بتفخيخها أو تفخيخ الدور. يعني تصوري واحدة من الحالات باكيت سجائر كان مفخخ، مسدس مرصع بالذهب كان مفخخ، حفظنا كل أساليبه الشيطانية، ولهذا لم يستطع أن يقاوم في الفترة الأخيرة، يقاوم تقدم القوات المسلحة العراقية البطلة والموضوع الانتحاريين والسيارات المفخخة أيضا يستهدفها طيران الجيش والمدفعية، المدفعية قوات المدفعية البطلة أيضا كان لها باع في تحديد ورصد أهداف بعينها، يعني أهداف إن كانت طيران الجيش اختص بالأهداف المتحركة أو الثابتة، المدفعية اختصت من خلال الاستمكان العسكري، ما يسمى بالاستمكان العسكري، اختصت بمواقع كانت يزودون بها مصادرنا أو الأهالي المتعاونين. يعني كان ضربات موجعة لهم، موجعة. يعني أبسط مثال في منطقة الشرقاط قبل أن تبدأ معارك التحرير، يعني انتفض شباب من أهل الشرقاط، شباب معينين انتفضوا من ظلم هؤلاء ومن بشاعة هؤلاء ومن رجس هؤلاء الدواعش، انتفضوا وأحد السجون المهمة في مدينة الشرقاط هاجموه وقتلوا الدواعش الذين فيه وحرروا أكثر من 41 إلى 42 رجل عراقي وشاب عراقي. في هذه الأثناء يعني ما يعني أطلب أو ما أريد أن أقوله أن التعاون الأهالي والأخلاقية الجديدة للقوات المسلحة في التعامل الإنساني مع الأهالي أعطانا نتيجة كانت مذهلة بالتعاون وبزيادة المعلومات وزيادة المقاومة الشعبية للأهالي في صد هؤلاء الدواعش. طيب بالنسبة للتواجد المدنيين، ذكرت أن هناك 5 قرى يعني لا زالت تحت تنظيم داعش أو لم تحرر، يعني في أيام ملاحقة سيكون هناك أو اللاحقة سيكون هناك التحرير. نعم. طيب بالنسبة للدروع البشرية واستخدامها في هذه المناطق، إلى أي مدى يمكن أن يضغط داعش تجاه تقدم عمليات التحرير باستغلال المدنيين؟ الحقيقة هاي الدروع البشرية حاول يستخدمها بالرمادي واستخدمها بالفلوجة وبالقرمة وفشل بها. أيضا كان التعاطي القوات المسلحة وطيران الجيش والاستمكان حقيقة الأمر كان له دور فاعل في إفشال هذه المخططات الشيطانية للدواعش. المناطق التي قصدتها هي مناطق عانة، منطقة عانة راوة القائم أو حصيبة أو العبيدي أو مناطق المجاورة. أنا على دراية وأبلغت بها الجهات المعنية، عانة لا يوجد فيها دواعش يعني إلا الشيء القليل من اللي غرر بهم من أهل المنطقة، العرب الأجانب انسحبوا إلى القائم. راوة أنا على يعني على اتصال أو على يقين سميها ما شئت، لا يوجد فيها أكثر من 20 إلى 30 داعشي. إذن الأرض مهيئة للتحرير. الآن هم افتهموا الرسالة وافتهموا الدرس وعرفوا مصيرهم، يعني لا محالة القتل، سوف يقتلون. ولهذا قاموا العرب والأجانب من الدواعش بالانسحاب، أولاً أخلوا عوائلهم من هذه المناطق باتجاه الجانب الشقيق السوري، اللي بقوا منهم يقودون. الآن معلوماتنا الاستخبارية تقول هم موجودين بحصيبة ومنطقة يسموها العبيدي. العبيدي منطقة هاي خاصة بعشيرة يسموها عشيرة البمحل والجغايفة، يعني هاي قبل القائمة بعشر كيلو مترات. فأنا متأكد يعني إن شاء الله معارك التحرير بالنسبة للعراق من الدواعش، يعني هذا الشهر راح يكون شهر أفراح ومسرات إن شاء الله. بالنسبة لقرية الكرابلة أين وصل الموضوع بالنسبة لآليات التحرير أو وجود تواجد داعش فيها؟ الكرابلة سيدتي هاي السير قبل القائم بأربعة كيلومترات، هي من ضمن منطقة حصيبة اللي على الحدود السورية، هاي منطقة السلمان نسميها والكرابلة والبعبيد يعني هاي المناطق الرمانة، يعني هاي المناطق اللي بقت. بس هاي شنو، هاي مناطق من ضمن منطقة حصيبة، يعني ملحقة منطقة حصيبة. طيب يعني بالنسبة الآن محدد أن يكون تحرير نينوى الشهر المقبل أو منتصف الشهر المقبل، هل الوقت القوات الأمنية مأخذة على محمل الجد تحرير جميع الأراضي الواقعة في الرمادي من سيطرة داعش قبل البدء بمعارك أخرى داخل الموصل؟
يعني الرمادي ما ضل به شيء. نعم. ما ضل به شيء، يعني انا حتى يعني عن طريق قناتكم هاي الكريمه، وهاي اعتبرها قناه يعني، لان دائما نضيف بها، يعني انا ناشد النازحين ان يعودون، يعني الرمادي ما بقى به شيء. ما بقى بها كل شيء الرمادي، فالقوات الامنيه المتواجده عندنا قياده شرطه الانبار هي ماسكه الارض، القوات الان يعني هنا اريد اضيف المعلومه واشكرهم عليها. نعم. كل الشكر لجهاز مكافحه الارهاب، يعني هو صح يسمى جهاز مكافحه الارهاب، بس والله هو جهاز تعامل برجوله وبشهامه وبعراقيه وبانسانيه منذ معارك، تذكرين حضرتك قبل كذا فتره من تكلمنا على موضوع الانسانيه مالتهم بالرمادي. الان جهاز مكافحه الارهاب ابدا لم يشترك في معارك تحرير الشرقاط ابدا. نعم. اشتركت لواء من السوات اللي تدربوا بالموصل، يعني جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة الفريق البطل الأسد عبد الغني الأسدي الآن يتهيئون إلى معركة الموصل، هو وبعض القوات وقيادة عمليات نينوى وقيادة عمليات صلاح الدين، إضافة إلى العمليات المشتركة الآن العدة يعدوها، ويعني نقدر نقول يعني إلى اللمسات الأخيرة، بس باقي يعني نقص عندنا بعض الأمور اللوجستية والتكتيكية، يعني عندك مثلا البارحة كان وزير الدفاع مايكل هنا أنا. يعني كان عندنا بعض الطلبات راح تلبى فورا، شارل ديغول البارجة الفرنسية أيام معينة تدخل توصل. نعم. توصل لهنا أنا. فراح تكون يعني المجتمع الدولي طلب أن تكون معركة تحرير الموصل والرقة معركة دولية، يعني ليه يختص بها العراق، ولهذا العراق أيضا يعني ما أخفي السر هو هم محتاج الدعم الدولي، محتاجة يعني احنا التجهيز العسكري، يعني التجهيز الأسلحة الذكية مهمة جدا في معركة تحرير الموصل، لأنه الدواعش الآن يعني حفروا خنادق داير ما يدور، يعني شلون نقول حول مدينة الموصل، وأيضا في مناطق معينة مثلا عندنا معلومات الجانب الأيسر فخخوا كل الجسور، وهي عندنا المعلومة خلي يفخخوا الطرق حتى المجاري عفوا، يعني بدعوا بالتكتيك مالتهم بالتكتيك الشيطاني، ولكن ان شاء الله احنا لهم الاسلحه الذكيه راح تقول قولها، الجيش العراقي راح يقول قوله، جهاز مكافحه الارهاب اضافه الى الزلم الموجوده وتهيئه هسه داخل الموصل. نعم. يعني هم خلال الايام الماضيه احد الابطال من اهالي الموصل الله يرحمه الشهيد جمعه قتل اكثر من 24 داعشي، كان صياد لهم بالليل صيدهم، بعدين ما اعرف شلون بطريقه اخرى كشفوه، وهذا الرجل عنده الاف يعني حسب ما وصلنا الاف المؤيدين له، ولكن مسك ومن التعذيب ما اعترف الى ان نحروه وعلقوه يوما. احنا نقولهم للدواعش وعن طريق قناتكم الكريمه اطلعوا من الموصل، لانه المقبره والمحرقه اللي راح تشوفوها بالموصل ما راح تقدرون بعدين تطلعوا للرقه وللجانب السوري، لان راح يكون تكون مفاجاه لكم بالطرق اللي راح تسلكوها في هروبكم. طيب نتكلم على الطرق الموجودة إلى الرمادي وكيفية تأمينها، إلى أي الطرق، هل هي كلها اليوم نظيفة ومطهرة من ناحية الأمان، خاصة هناك طريق راوة إلى الحضر وكان هناك تجمع لداعش في منطقة الحضر، هل لديك معلومات في هذا الصدد؟ هذا مو هذا طريق راوي يسميه طريق الجزيره او. نعم. من علام العرب ظهاره يسموه. نعم. بس هو الطريق اللي يطلع على الحضر هذا من شرق غرب حديثه. نعم. طريق هذا عندهم بعض التجمعات هناك، هم مو قلت لحضرتك وللمشاهدين الكرام هم يتواجدون بمناطق الصحراويه ومناطق الوديان، يحاولون هناك يعني عندهم حافرين ملاجئ وأنفاق وعايشين بها، يعني أنت ذكرت هناك تجمعات لديهم وهناك أيضا يعني مناطق تجمعات أخرى. بسيطة ست مروة. بسيطة جدا. طيب هل معلومة أنه كيفية تطهير هذه المناطق، هل أعطيتم معلومات للجهات المختصة حول العدد القليل لداعش في هذا؟ معلوم عند الجهات المختصة معلوم، ولكن يعني يعطوهم مجال يشرب له شويه ماء، يريد يسوي شاي على خير عمره، والا هسه خلال دقائق يطلع طيران جيش يلقطهم تلقط، لكن اكو حسابات عسكريه، اكو حسابات استخباريه، اكو حسابات لربما يعني ما اخفي السر ممكن نريد ناخذهم حتى نعرف من وراهم من وياهم من الخلايا النائمه. طيب. انت جنابك الكريم تعرفين هم مو تحررت وانتهت، اكو خلايا نائمه، اكو خلايا نائمه، يعني ذاك اليوم صارت عندنا بالبعلية الجاسم، صارت عندنا بجويبه، صارت بالسجاريه، خلايا نائمه، لكن الحمد لله والشكر عولجوا، يعني عولجت هذه الاهداف المتحركه التي كانت نائمه بطريقه سريعه جدا حيث تمت ابادتهم. ذكرت قبل قليل انه موضوع الاعتماد على الاسلحه الذكيه
استهداف داعش. اليوم ما احتمالية أن يصدم الجيش العراقي أو القوات أو عناصر القوات الأمنية في حرب الشوارع مع داعش، هل من الممكن أن يكون هذا خيار متاح أم الاعتماد على التقنية في استهداف أوكار داعش إن كان في الرمادي في الأجزاء الباقية في الرمادي أو في المعركة المقبلة في الموصل؟ يعني ما أخفي السر ولا أخفي المشاهدين، إحنا ماخذين كل الاحتمالات. القيادة العامة للقوات المسلحة أصلاً الله يذكره بالخير الأستاذ الدكتور خالد العبيدي قبل ما يطلع يعني تصير موضوعه، القيادة العمليات المشتركة، جهاز مكافحة الإرهاب، الفرق والقادة العسكريين ماخذين كل الاحتمالات، وعندنا ناس مدربة أعلى على أعلى مستويات حرب الشوارع. ولكن أنا على يقين سوف لن تكون حرب شوارع. إحنا يعني هؤلاء اكتشفنا فيهم ميزة، يعني كثر البعد والمهولة اللي يعطوهم إياه الإعلام والإعلام الدولي والعراقي والعربي وعظموا وضعهم، خلانا شوية نحس معرقلات بداية ما يعني تحرير الأنبار ولا القرمة ولا الفلوجة ولا المناطق كلها إلى طرابيل إلى الترب. هؤلاء اكتشفنا فيهم حين تبدأ المعركة يفرون. يعني الآن الإعدامات هذا هاي شغلة سرية ما دي يطلعوها، ولكن الناس دي يقولون بهم الإعدامات اللي عندهم غير طبيعية، يعني ما يفوت يوم إذا ما يعدمون 50 100 150 20 30 أبدا. يعني هاي مال الشرقات وصلت معلوماتهم الناس اللي انهزموا، لأن تدرين انت الشرقات ما بقى غير يعني الحويجة، يعني حالات الإعدام للمدنيين أم اللي كانوا للدواعش اللي كانوا وياهم للدواعش اللي يفرون من المعارك، مو رجال حتى يقاتلون. هذول يعني عفوا لللفظ، ذولا أشبه رجال جبناء، يعني كانوا يذبحون بالعالم، يحرقون بالعالم، يغرقون بالعالم، أساليب لا يرضى بها لا الله ولا الإنسانية، ولهذا أرعبوا العالم. ولكن انظري عندما انتفض العراق، انتفضت القوات العراقية، انتفض الشعب العراقي، انتفضت حشود العشائر، انظري ما مصيرهم، الهروب والفرار ثم يعدموهم، هذا هو مصيرهم. طيب تعتقد اليوم تأجيل حسم تحرير باقي أجزاء الرمادي هل هو يعود إلى سبب تقني من ناحية تجهيز المعدات العسكرية، أم هناك تخطيط ما لأن يكون هناك بالتزامن مع موعد تحرير الموصل؟ هل لديك رؤية عن باقي هذه الأحياء ومتى إمكانية البدء بإعلان تطهيرها بشكل كامل، حتى وإن ذكرت أن تواجد داعش فيها يكاد يكون معدوم؟ سيدتي هي مو رؤية، ولكن هي أنا من أرض الواقع. نعم. مناطق التحرير يعني القيادة العامة القوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة تستطيع أن تبدأ بشن هجوم ماسع ومن عدة محاور، يعني مو 13 20 محور. ولكن التأني في موضوع التحرير هو إلى بعدين. أولا الحفاظ على البنى التحتية. نعم. يعني الدواعش تعرفين جنابك يعني ناس ظلمة كفار، يعني إذا ما يسوي شيء فجر البيوت والمدارس والجسور. أولا البنى التحتية، ثانيا البعد الإنساني، يعني والأهم من هذا هو انكسارهم. نعم. يعني هسه هم لما يشوفون وش كل ما تتقدم القوات حررت مدينة، حررت 12 10 20، انكسروا وانتهوا نفسيا انتهوا. ولذلك مواضيع تحرير هذه المناطق لها يعني القيادة المشتركة عندما نتكلم يقولون لنا أولويات، وهم أعرف. نعم. كقيادة أعرف، عندهم معلومات، منظومة معلومات متكاملة، يستطيعون من خلالها أن يتخذوا القرارات التي يرونها مناسبة. ولكن التحرير قادم وبإذن الله لن يكون أكثر من هذا الشهر، وأنا متأكد وعلى يقين حتى مدينة الحويجة. الحويجة الآن لها تهيؤات قوية جدا، وبإذن الله خلال أيام سوف تبدأ معركة تحرير الحويجة، وبذلك لا يتبقى غير الموصل إن شاء الله. نتكلم في الحلقات المقبلة على نهاية داعش بالكامل من الأراضي العراقية. كنت ضيف عزيز علينا المتحدث الرسمي باسم عشائر الأنبار الشيخ إبراهيم الدليمي، نورتنا في الساعة الأخيرة. أنت النور، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أحبتي المشاهدين، ساعتنا الأخيرة انتهت، على أمل اللقاء بكم في ساعة أخرى ونحلل أبرز الأحداث على الساحة العراقية. نترككم في رعاية الله.